المختلف ان اليوم لما دخلت على الصف كان مقعد ريان فارغ، صار ريان يعني في مقعده مجرد صورة. احنا راح نفتقد ريان. صح، ريان كان انه يحلم انه يكون مهندس، يكون دكتور، يكون طبيب، يكون معلم، فاحنا بدنا نكمل حلم ريان مع زملائه في الصف. بعدين رجعنا للعب، وبعدين روحنا وتروح من الشارع وانا من هنا وهباك. بعدين ثاني يوم رجعنا لعبنا وكمان مرة زي هذا ذيك المرة. طقطقوا على ريان على دار الباب، افتح افتح، بدنا ريان. قلت لهم ريان طفل صغير، قالوا نزدنا اياه. صار رعب في ريان، رعب قوي. افتح الباب، بدنا نعتقل ريان. ريان تمنى سمع الحدث، كان يتصنت على الحدث اول باول، والجيش على الباب عندي. ريان اختفى مره واحده، يعني تمني وصلت ريان والحدث قائم، ريان متوفي على المحل. سكت قلبي من الرعب. كيف عرفت ان استشهد ريان؟ شفت على الفيسبوك في المستشفى، هو صدقت ان استشهد. امي صارت تحكي لي وهي كل القصه وبس. احنا في مدرسه ذكور الخنساء نتعرض بشكل يومي لانتهاكات واستفزاز لجنود الاحتلال والمستوطنين. كل يوم جنود الاحتلال يصطفون في لحظة دخول الطلبة للمدرسة بجباتهم بألياتهم المدججة أمام المدرسة لإعاقة دخول الطلبة وذويهم للمدرسة. وقفنا الجيش أنا وياه، وبس. الله يرحم الشهيد، مات خوفاً، مات رعباً، مات هلعاً. ريان بقي طالب مؤيز، شاطر، ذكي. شو بدي أقول للعالم؟ حسبي الله ونعم الوكيل. هذا بدش يخلي حدا يتعلم منه، وحاط ضد أطفالنا وضد معلمينا. هو هذا مش إجرام، إجرام حقيقي ولا لأ؟